هذا اليوم اليوم الثاني، مازال مسكينة كما قالوا فيها الحريق، ومازال كيقولوا لها خصك تمشي، خصك تاخدي دوش يكون سخون. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا النهار يطلق الله السراح ديالها. احنا مازالين يلا عاد صباح الحال، عاد فقنا ليصه ديالها، انا في نعست هذا النهار، الفرش ديالي انا جمعناه. ايوا كنتمنى ان شاء الله بحول الله يطلق سراح كل وحده وصافي. هذا اليوم الثاني وحنا كنتسناو. خوتي غنمشي نجيب الفطور ديالي دابا، عندنا هنا فطور ديال الخاص اللي كيباتو هنايا، بحال دابا انا مرافقه بنت اختي، عندنا الفطور هنايا كنطلب الله سبحانه وتعالى يفرح كل واحد باش كيتمنى. نتوما كيف كتشوفوا حبيباتي كيقتلوكم النظافه، قلبي كيحرقني انني ملي كنشوف هكا كنتمنى انه حتى المستشفيات ديالنا ديال المغرب يوليو بحال هكا ونفرحوا بهم في بلادنا. كنتمنى هانت على حساب محطوط حداها باش الا بغات تعلم من هنا او من هنا او من هنا او تهز الفراش ديالها، كل شيء بسهوله، كل شيء منظم. عاد مازال كتبداها غير الحريق، طلعوها لهنا باش تكون مرتاحه. هانتوما باش تشد الفوق هذا ديال البيبي ان شاء الله بحول الله. من جيت تريبيا كل شيء المجيرات فاش كيستفوا الحويجات ديالهم. اعزكم الله في كتحط لي الكوش ديالها ديال البيبي، كلشي عندها التلفازه ديالها، وهنا المعلومات كلشي اللي كيهذا. هنا كاين عندها الماريو على حسب فين تحط الحويجات ديالها، كلشي. وهاد الاطلاله الغزاله اللي كتخليك تحس بالراحه، واللي كيعجبني هو السكات والهدوء، ما كاين لا صداع لا هوات لا كلاكسونات ديال الطوموبيلات لا والو. نفسيه غزاله، جو غزال، عاد الشميشه كتشرق. الله يسهل على كل محرومة، الله يسهل على كل وحدة كتمنى إن شاء الله بحول الله يكون عندها.
صدق الله العظيم. الحمد لله خوتي خواتاتي، تفكت على خير الحمد لله ونشكره، كل شيء داز على خير وبخير. عقب الله سبحانه وتعالى يرزق كل محرومة بالذرية الصالحة. شكرا على دعواتكم، شكرا شكرا بزاف بزاف، كنشكركم بزاف.